بقى انتقلت ملكية المعمل للأستاذ مروان. إن شاء الله ألف مبروك أستاذ. الله يبارك فيك مدام. مبروك أخي. الله يبارك فيك. يبارك فيك غسان. مبروك. الله يخليك يا رب. إيه سيدي. وهي نص مليون ليرة. الشيك قيمته نص مليون. وهي التنازل بإمكانك تسحب باقي المبلغ اللي هو حصتك من الكاش الموجود. يسلم ايدك أخي. الله يسلمك. ألف مبروك إن شاء الله. الله يخليك. إن شاء الله تتهنى. الله يسلمك يا سيدي. صاري ولا سكر الصندوق. لحق حالك قبل ما تصير الساعة 12:30. شكرا. اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك. يسلموا هالايدين حبيبي. عجبك الطقم؟ بجنن بيطير العقل، بس بعينته غالي كثير. قديش حقه؟ 250 الف ليرة، بس ما بينعز عنك شيها، ولسه محضر لك مفاجأة كبيرة. لا غسان، حاجتي اليوم مفاجآت، لك بخاف يصير لي شيء. تستاهلي حبيبتي. بستاهل يصير لي شيء؟ لا ولو، انت صبرتي كتير معي وتعبتي، بقى جهزي لي حالك للسفر بأقرب وقت. سفر؟ لوين؟ بدي احضر لك بروجرام سياحي بيطير العقل. ياه، يعني شهر عسل تاني؟ لا ستي، مو شهر واحد، شهرين، واحد لأوروبا والتاني لأمريكا. لا مو معقول غسان، اكيد عم تمزح. عم تحكي جد؟ لك ليش لأمزح؟ شو الناس اللي عم تروح سياحة احسن مني ومنك؟ بعدين خلينا نقبع وش هالدنيا يومين ثلاثة، شو بيصير يعني؟